احنا تكلمنا انه اختبار اللباس الرياضي كان لمسه فنيه وكذلك مقترحه من مورد رسمي، وكذلك تم اشراك كل المعنيين وتوسيع الاستشاره الى ابطال الى رياضيين الى مختصين. نظن انه ما لازمش نديو اللون في اطار معين، لازم نتكلموا انه اللباس الرياضي فيه اللون الاصفر اللي يعكس الرمال الجزائري، لازم نتكلموا انه اللون الازرق ماهوش ازرق نتاع الفكره اللي راك تجسد فيها، انما هو لون ازرق للبحر الابيض المتوسط الذي تنعم به بلادنا. كذلك لازم نثمنوا انه فيه الوان العلم الوطني وفيه كذلك الزليج الجزائري اللي يبقى علامه فارقه، علامه جزائريه تعكس التنوع الثقافي لبلادنا. لذلك نظن انه نعاود ناكد انه اللباس مستوحى 100% من الثقافه الجزائريه، ويجب ان نعتز بكل النقاط اللي تكلمت عليها. شكرا.